مرحبا ومرحبا بكم في الغبريك بوتي. اليوم معايا مدام خوله دو لا مارك كلير بروتيين ولا زيد كيراتين، خاطر انتم عندكم البروتيين والكيراتين هكا ولا باه. اول حاجه نحب نبدا بها مدام خوله، شنو هي الفرق ما بين بروتيين كيراتين؟ فما بوكو دابيلاسيون، وشنو يعمل سورتو للشعر؟ البروتيين يعمل ليساج اسوان للشعر، وبالنسبه للكيراتين يعمل ليساج كهو للشعر. وعنا البروتيين تين يعمل ليساج alors que le protéine ما يعملش ليساج. لي المارك نتاعنا اللي هي كلير تعمل ليساج للشعر البروتيين نتاعها. D'accord. Donc عنا non seulement un effet lissant mais en plus un effet soignant. يعني نحافظوا على الشعر نتاعنا. اي باه. Donc الكاليتي هكا ما تتهلكش. يعني انا مثلا ديما نخاف اللي باغ اكزومبل يقول لك تعمل كيراتين ولا بروتيين سورتو للشعره تضيع الكاليتي نتاع الشعره والشعره نتاعك تتهلك. فجيتو البروتيين راهو ما يهلكش الشعر، بالعكس يصلح الشعره، زيد يعمل لها بريونس للشعر اللي هو الكلير. بيان سور نحكي على ديما البرودوي نتاع كلير. يعطي بريونس للشعره ويصلحها، بالعكس ما يهلكش البروتيين والكيراتين. يحافظ يعني على الشعر. اي بالطبيعه. باهي. فما برشا حاجات نخافوا منهم كيما الريحه جينيرالمون، لودور. دونك كي تبدا تعمل لابليكاسيون فما نقول انا الريحه المش باهيه برشا. بيان سور القويه اللي تخرج. زيد كيف كيف فما شكون يقول لك انا نخاف نعمل ليماش نتاعي ولا نصبغ شعري نمشي نعمل البروتيين، شعري يفتح يولي جينيرالمون يلفيغ لك اللي في الكولور الغوي هذيك لورونجي شويه. شفتوا اللي شعرهم على البلاتين يتقلقوا منها الحكايه هذه. بالنسبه نمشيو توا احنا على الريحه اللي سالتني سؤال الاولاني، راهو جينيرالمون البروتيين ما فيش برشا ريحه. اي سورتو في المارك كلير ما فيهش. وعندنا زاد الكيراتين اللي برشا ناس تتقلق من الريحه، احنا المارك نتاعنا ما فيهش ريحه جمله. وديجا باش نشوفوا احنا توا كيفاش نخدموهم بالضبط بالليتاب بالليتاب ونحكيوا عليها. وبالنسبه للكولور نتاع الشعر راهو ما يتبدلش من المارك نتاعنا اللي هي كلير، حتى على البلاتين راهو ما يبدل حتى طون نتاع شعر. يعني الكولور يقعد كيف ما هو. كيف ما هي. باه اوكي. دونك عندنا ليفي سوانيون تاع الشعره، نحافظوا على الكاليتي تاع الشعره نتاعنا. عندنا لودور اللي برشا ناس تخاف منها، هذيك نجمو نكونوا متهنين ما نستحقوش نلبسوا حتى شيء. لا 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 في الابليكاسيون تاع البروتيين والكيراتين البافيت نلبسوا فيها البافيت وديجا تلقاهم ساكن باكا الواحد وكل اللي ما عندكش مشكله. ولا كولور تقعد هي بيدها ما نستحقوش ان نعاودوا نعملوا لي غوفلي ولا لا كولور بعد الابليكاسيون. باهي. جينيرالمون ليفي نتاع البروتيين قداش يقعد بارابور للمارك كلير؟ نعرف اللي فما بليزيور مارك، مي احنا راهو اليوم نحكيو على المارك كلير اللي هي عندهم البروتيين وعندهم الكيراتين. اي سورتو اليوم باش نحكيو على البروتيين على خاطر كيما قالت مدام خوله عنده ان افي سوانيون اي ليسون. اي يقعد اونتخ سي وي موا وسا ديبون. زيدا ساعات تجيك شوفو فيرج اللي اول مره تعمل برودوي في شعرها راهو ما يقعد لي سي موا، يقعد لها 3 موا. ولافونتاج اللي احنا بيان سور عندنا 500 مليليتر اللي في نبيعوها، دونك تعمل 5 دوز تقعد تقد على روحها وتعاود. جبت لكم من الاخر مدام خوله حقوقي يا قالت لكم كان شعركم يعني ما عملتوش قبل اون ابليكاسيون تاع بروتيين ولا بوتيتر كيراتين راهو يشد لكم اونتر 3 موا و 6 موا. فوالا 6 موا. كانكم ديجا عملتوا اون ابليكاسيون قبل وباش تعاودوا لا دوزيام ولا لا تخوازيام ابليكاسيون ينجم يشد لكم جوسكا 8 موا. هو قد ما ريت تعمل تعاود والكل وتعمل راهو يقعد اكثر. هو يقعد معناتها يشدك حتى يوصل حتى للعام كي تبدا عامله برشا مرات. وسورتو كي تستحفظ تنحكيهم بعديك كيفاش نجموا نستحفظوا على خاطر البروتيين معناها لازمها برشا استحفاظ ولازمها برشا زاده دي برودوي اللي يمشيوا مع الابليكاسيون. هو راهو يمشي معاه كان البرودوي نتاعو اللي هو كلير، معناتها باش يقعد لها لازم تستعمل الجام نتاعو كلها. انتم شنو عندنا في الجام؟ قداش لي كونتيتي؟ بيان سور كلهم في 500 مليليتر. اي تبارك الله برشا 500 مليليتر. اي عندنا الكلاريفيون اللي هو من الاول باش نحلو به لي زيكاي، ديجا باش نشوفوا مع بعضنا الديمونستراسيون نتاعو. ومن بعديك عندنا البروتيين ولا هو الكيراتين اللي باش نخدموه بلا مارك كلير. ومن بعديك عندنا الشامبوان اللي سون سولفات اللي تقعد هي بعد تغسل به شعرها. وعندنا الكونديسيونير اللي هو دوزونا نتاعنا اللي هو فيكساتور وكونديسيونير. نغسلوا به من بعديك. وعندنا الماسك. الماسك اللي بيان سور نستعملوه في الاخر. وكلهم على فكره البرودوي نتاعنا الكل اباز دو كافيار اي كولاجين.
داكور بيان سور سون بارابين اكيد اكيد بيان سور انت قبل لك قلت لي اللي لو برودوي كلير اللي احنا معناها اون فالو بروبوزي اليوم في ميركادو تي في وبيان سور تلقاوها سور لو سيت ميركادو.تي.ان روبريك ميركادو تي في 500 مللتر يقول القائل 500 مللتر قديش ينجم يشدني على خاطر انا مثلا مش نستعمل لابليكاسيون كل 3 شهور كيطلعوا لي لي غاسين ولا كل 6 شهور قديش انا اون فوا نحل الدبوزه نتاعي قديش النجم تقعد في الوقت تقعد حتى 5 سنين تشدك الدبوزه ام بيان سور تستحفظ عليها كي تحل تعمل لابليكاسيون تعاود تسكرها مش تخليه محلول خاطر اذا بيان سور اذا شمت الهواء تقعد مش معناتها يتنحى لي في نتاعها نقولوا اونتر 3 ا 5 ans معناها وي. وهو دو توت فاسون واحد اوتوماتيكمون لي غاسين باش يطلعوا ديما معناها أكيد. دونك يعاود الكونتور نتاع الوجه نتاعو حاجه اخرى باش نقول لك اللي هو افونتاج في البرودوي نتاع كليغ اللي هو البرودوي عاقد ماهوش معناتها يقعد لها بالكدا وزيد تعمل تنوريو في الديمونستراسيون نعملو شويه برودوي ديجا تبارك الله معناتها شعرها يبدا مغذي بالكدا بالبرودوي ونعاود تعمل اونتر 5-6 دوز معناتها البوتيل دونك نجمو نمشيو حتى ل 6 دوز افيك ان بري تري تري انتيريسون يظهر لي لو بري نتاع اون ابليكاسيون وي وي بيان سور بيان سور عندنا ديما لي ميور بري على ميركادو تي في دونك في الروبريك ميركادو تي في على السيت نتاعنا ميركادو.تي ان عندنا لي ميور ديل كان تحبوا تاخذوا البرودوي كلير هكا ولي كلير بروتيين عندنا وعندنا زاده كلير كيراتين ما عليكم كان تدخلوا على السيت وتكمانديو والبرودوي يجيكم حتى لباب الدار دونك كيما شفنا مع مدام خوله باش نمشيو نشوفوا توا مع بعضنا لي زيتاب اليوم باش نحكيو على البروتيين دو لا مارك كلير اللي هو سي ان سوان ليسون اي سي ان سوان بور لي شوفو دونك نمشيو مع بعضنا نشوفوا لي زيتاب توت سويت باش نبداو بالديمونستراسيون مع مدام خوله كيما تشوفوا الشعره تعبه ومترشقه هذاك عليه اخترنا البروتيين باش نعطيوها انيفي سوانيون مع الليساج نبداو بغسلين الشعر بالباهي نشيحوه بسخون من بعد ما نخلطوا البرودوي نعملوا لابليكاسيون بالخصله بالخصله بعد ما عملنا لابليكاسيون نخليوها ترتاح نص ساعه ونشيحوا لها شعرها بالبارد ليتاب اللي بعد هي الخدمه بالبلاك كيف كيف بالخصله بالخصله الو خاولة نشوف في برشا دي برودوي عندنا 5 برودوي كانت تقول لي كل برودوي شنو يصلح اكزاكتومون ووقتاش نستعملوه عندنا الكلاريفيون اللي قبيلي كغسلنا لها بيه شعرها اللي هو يحل لي زيكاي نتاع الشعره باش من بعديك نجمو ندخلوا لها البرودوي في الشعر داكور داكور دونك هذه ليتاب الاولى بيان سور يتقد على فكره الكلاريفيون نحلو به سواء كان كيراتين والا بروتيين نعملو به اثنين داكور وعندنا البروتيين باش نعملوه من بعد كيف ما شفنا قبيلي في الابليكاسيون نتاعنا عملنا البروتيين وكيف كيف زاد نجمو نعملو الكيراتين نفس التكنيك دونك هذا هو البرودوي اللي احنا باش نستعملوه من بعد عندنا ثوازيام ايتاب اللي هو الشامبوان سون سولفات اللي هي من بعد ما تكمل لابليكاسيون نتاعها ونغسلها بالفيكساتور والكل كي تروح تقعد تغسل بيه بطول المده داكور دونك باش يقعد لها الشامبوان اللي باش يقعد لها هي تغسل بيه كل ما تحب تغسل شعرها بيان سور وعندنا باش يقعد لها اون بلوس الكيراتين اي سورتو لازمها تاخذ القام تاع كلير معناتها لازم تاخذ الكيت الكل معناتها مع بعضها باش يقعد لها وعندنا الكونديسيونير اللي هو فيكساتور دو زونا منو ابخي شامبوان اي فيكساتور اللي هو نغسل بيه من بعديك انا شعرها وعندنا الماسك نتاعنا اللي هو اباز دو كافيار من بعديك تقعد تغسل بيه زاد الماسك دونك هذايا لو ماسك كيراتين كافيار اي سورتو على الافونتاج نتاع الماسك نتاعنا نتاع كلير اللي هو كي يبدا شعر مترشق وشعر معناتها تاعب من ليميش ولا من السبيق الماسك نتاعنا يحسن يغذي لها شعرها داكور شنو الحاجات ولا لي برودوي اللي ما نجموش نعملوهم وما لازمناش نستعملوهم داكور الزيوت اون جينيرال ما يتعملوش خاطر ينحيو سكري باندويل معناها وي خاطر ينحيو الكيراتين والبروتيين من الشعر نجمو نعملو السيرون هذاك تنجم تعملو الحنه مثال لي زادا كيف كيف تنحي راهي الكيراتين والبروتيين وعندنا الصبيغه لازمها تكون سونز امونياك تغسل لها شعرها اليوم ولا باش تستنى 3-4 ايام لي لي لافونتاج نتاع البرودوي كلير اللي هو اكسبريس يتغسل في نهارها تخرج بيه شعرها وموراها هانيه مي لا خليني ما نزيدش نعطلك نخليك تكمل تخدم على روحك ومن بعد نرجع لك باش نشوف الريزلتات فينال
فوا كملنا خدمة بالبلاك نغسلوا الشعر بالفيكساتور متاع كلير وآخر حاجة نشيحوا الشعر المرة هذه بسخون وكما تشوفوا لابليكاسيون تاعنا إكسبريس Le résultat instantané. Avec علاش ما نستحقوش نستناو ايامات قبل ما نغسلو شعرنا. Directement, عنا شعر قوية مغذية وفيها ان افي بريان مزيان برشا. كمان الابليكاسيون بتاع البروتين كلير كما شفتوا لافون ولا بري لو ريزولتا ايلي فريمون بلوفون يعطيك الصحه خوله بالحق شفنا كيفاش كان الشعر قبل وكيفاش تنحسوه كمان سوبل وفلويد معناها اي سورتو كيما حكيت قبليك على البريان ميركادو هي الادريسة الوحيدة اللي تحط على ذمتكم الاربعة بيبس 500 سنتيلتر بروتين كافيار معاهم ماسكادو ب 149 دينار والأربعة بيبس لولو كيراتين كافيار 500 سنتيلتر ومعهم ماسكادو ب 129 دينار كما شفتوا البرودوي نتاعنا موجود على ميركادو تي في دونك تنجموا زاده تلقاوها على ميركادو.ان في الروبريك ميركادو تي في ما عليكم كان تكمانديو والبرودوي يوصلكم حتى لباب الدار البرودوي هذا تنجموا تستعملوه كو سو سوا بور ان يوزاج دوميستيك والا عند الكوافور دونك ميرسي بوكو اللي كنتي خاوله وان شاء الله ترجع بحذانا ببيتر برودوي اخر هكا ولا ميرسي بوكو دونك جينيرالمون في الوقت هذا ثم برشا عباد ما عادش عارفه شنو تاكل بالكدا ما عادش عارفه كيفاش تحافظ على المناعه نتاعها والا تقوي المناعه نتاعها انا واحد من الناس حاير ونسال في السؤال هذا دونك حبيت نقول لك انت ما عندكش لا سوليسيون هو سي فري كو البيريود هذايا الناس الكل قاعده تفركس باش تقوي المناعه نتاعها سورتو كي ما عندناش الوقت باش ناكلوا حاجه صحيه وحاجه متوازنه ومتكامله دونك يظهر لي اليوم عندنا ان برودوي ميراكولو بشهاده لي بلو غران سبيسياليست خلينا نشوفوا مع بعضنا الفيتير علاش نستعملوا سبيرولين؟ على خاطر المكونات اللي فيها سبيرولين غنية بالبروتينات من 55-70% منها بروتينات على خاطر غنية بالزونتي أوكسيدان لي كاروتينويد ولي فيتوسيامين على خاطر فيها دهنيات منو داسيتيكا منو ساتوري ولا خاطر فيها الحديد بالمكونات اللي حكينا عليهم في السبيرولين خاصيتها باش تعاوننا سبيرولين باش تعاوننا اولا في تقويه المناعه بالمكونات اللي فيها باش تعاوننا في تعديل نسبه السكر والكوليسترول في الجسم باش تعاوننا في بليزونتي اوكسيدون تاعها باش تجدد الخلايا في الجسم وباش تعاوننا زادا نستعملوها في التضعيف في تنقيص الوزن على خاطر اولا الموجود في اي ريجيم انه الانسان يبدا ناقص مكونات الجسم مكملات غذائيه نجمو نعاونو بالسبيرولين وثانيا طاقه السبيرولين باش تقنع في الماكله دونك كي نعطيو السبيرولين الانسان يحس اكثر بروحو متقنع فشي تنقص شويه من النصائح اللي ماذا فيا نقولها لكم كي باش ناخذ السبيرولين فما حويجات لازم نعرفهم اولا المصدر اللي جات منه السبيرولين اللي نعرفوه اللي تحالب تشد ياسر المعادن الثقيله كيما الرصاص وكيما الارسنيك دونك يلزمنا نعرفوا وين تعمل السبيرولين فهنا الاحوال يلزم تكون البلاصه اللي تعملت فيها بعيده على التلوث ثانيا يلزمنا نعرفوا السبيرولين تنشط على ذاك ماذا بينا ما ناخذوهاش لا في العشيه لا في الليل خاطر تعيش علينا ثالثا الكميه نتاع سبيرولين كي باش نبداو ناخذوها نبداو بكميات صغيره وعمال ونزيدو في الكميه على خاطر بكميات كبيره من الاول تنجم تعمل قلق كبير في الجهاز الهضمي
دونك ولا نتصور اللي عرفتوا شنو هي الفوائد نتاع السبيرولين، واحنا باش نزيدوا نعرفوا اكثر حاجات معنا مريم توكابري اخصائيه في التغذيه. مرحبا بك مريم. يعيشك. عسلامه مريم. تشرف فينا الكل. عسلامه ميسا. صباح. عايشك الحمد لله. انا ديما نحب نسال اكل هكاك البرودوي هكا الصغرون الاخضر هذيك شنو حكايته؟ هو جوستومون صغيرون وفيه بوكو دو بيان في دايوغ سي ان سوبر اليمون. نحب نقول نركز سورتو معناتها بالنسبه للبارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفوي اللي لا كولتور نتاعها معناتها كولتور سين simple معناتها ما يستعملوش لي اكسيليراتور بور لا ريبوس تاع الميكرو الغ هذيا، دونك تحافظ على لا كاليتي نتاعها اللي دون كاليتي سوبيريور، ولا كاليتي كيما شفنا في فيتير معناتها نتاع السبيرولين اللي تخليها ان اليمون معناتها ان كومبليمون اليمونتير يعاون بالكدا باش يعوض اك النقائص اللي يصيروا في الماكله وقت ما ناكلوش صحي برشا. دونك مريم الماركه هذيا مارك فيرفويس هي ماركه تونسيه. اي دونك عملت ابحاث بالطبيعه وخرجت لنا هالبرودوي هذا الماجيك اللي هو سبيرولين اللي انت تاو حاولت بون سبيرولين صلحني كان انا غلط. هي ماركه عالميه موجوده بارتو دونك هما يلون ديفلوبي اون كور هي فوالا سي اون ميكرو الغ موجوده معناتها هي عالميا ولات معروفه مطلوبه برشا خاطر معناتها اثبتت الدراسات العلميه الاخرى دايوغ معناتها الامبورتونس نتاعها للصحه نتاعنا واللي هي تعوض التغذيه كي تكون ناقصه شويه. الفيرفوي لا مارك تونيزيان هذايا 100% تونيزيان 100% ناتوريل يعملوا الامبور نتاعها معناتها لاسوش من بلجيكا وتصير لا كولتور نتاعها في منطقه رطيبه اللي هي تابعه تكلسه في ولايه نابل منطقه معناتها نظيفه دونك المناخ نتاعها بالطبيعه يخلي انه تنجم تعمل كل شيء. توت افي. انا حبيت نسال بالطبيعه المنافع نتاع السبيرولين هذايا من مارك فيرفوي شنو تنجم كيسك بو كومبلي يعني عبد يقول قايل انا واحد من الناس ولا حتى ميسا ولا نحن توا براتيكمون لي جون اللي في عمرنا الكل ولا الناس اللي قاعد تخدم كو شباب والا كهول والا حتى ناس كبار شويه عندنا مشكله في الماكله ما عادش عندنا الماكله الزمنيه نتاع قبلها كي يقول قايل لك فطور الصباح والقايله والعشاء توا ثم لي فاست فود ثم ستريت ثم الخدمه ثم الجري ثم المشي والجاي هوني وين الانترفونسيون تكون نتاع لو برودوي هذا. هوني نحب نحكي اول حاجه على لا بارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفوي اللي هي فيها لي فيكوسيانين هذوما فيكوسيانين فوالا هذوما اللي يعطيو اللون نتاع السبيرولين واللي هذوما معناتها سورتو الماتيغ هذيا الماده هذي فيها برشا مضادات الالتهابات. دونك نعرفوا احنا في الوقت هذايا توا الناس الكل تخمم باش تقوي ليميونيتي نتاعها باغمي لي سيني نتاع لو مانك دو ديميونيتي والا كي نتعرضوا لدي بكتيري ولا دي فيروس ولا اي مشكل فما ظهور الالتهابات. دونك الالتهابات تنجم تكون في الجريجم تنجم تكون في المعده الناس اللي عندهم لي غاستريت في المفاصل الناس اللي عندهم لي زارتروز والا لي بوليارتريت معناتها الالتهابات نتاع المفاصل. دونك لي فيكوسيانين هذوما هما مضادات التهابات باهين برشا معناتها يسوفي دو بتيت دوز تو لي جور باش نجمو نوخروا ظهور الاعراض نتاع الالتهابات. اكزاكتومون تو نحكيو من بعد شويه على لي دوز هذوما نخلي ميسا تسالك سورتو على لي دوز مي انا نحب نعرف اللي توا ثم بلوتو توندونس ميسا انه الناس تلوج في لي فيتامين هذايا. فوالا اكزاكتومون توا جينيرالمون العباد الكل تاخذ في الزنك تاخذ فيتامين سي مغنيزيوم فيتامين دي دونك بالحق واحد يذيع ما هالاسامي هذوما الكل ولي فيتامين هذوما الكل. السبيرولين نتاع فيرفوي شنو تنجم تعوض وشنو فيها كوم فيتامين اي كوم كومبليمون معناها؟ فيها برشا زنك اللي هو يقوي المناعه نتاعنا. دونك لهنا الزنك نعرفوا اللي هو موجود في معناتها ماكله اللي هي تكون غاليه شويه دونك نحكيو كيما على الحوت وفخوي المير. لا بارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفوي اللي هي كونتيتي صغيره تعطينا براتيكمون معناتها كل ما يستحق الجسم نتاعنا من الزنك على نهار كامل. نلقاو فيه الحديد نلقاو فيه المغنيزيوم نلقاو فيه البيتا كاروتين اللي هي هذه الفيتامين ا اللي باهيه للبشره نتاعنا باهيه العينين pour améliorer la vision donc il y a petit parama هذا سبيرولين هذا حاجه يعني extraordinaire en principe باش هدت une spécialiste تاع nutrition hein quoi elle tout à fait خمسه على خمسه فما دو فورم فما هذايا الفورم شنو اسمها اللي هي سي لا فورم بايت فوالا هذه باهيه برشا بالنسبه سورتو اللي يحبوا يطيبوا حاجات دونك نجموا نزيدوها في لي جو لي جو فري يكونوا دو بريفيرونس بيان سور نجموا نزيدوها في البرود ولا لي بوتاج لي كريم دو ليغوم نجموا نزيدوها فوق لي سالاد اسكو نجموا يستعملوها الصغار اي بيان سور لي بيبي à partir de 1 an dès la diversification alimentaire نجمو نستعملو نجمو نحطولهم الفورما بايت في الماكله في البرودو باش نقويو والكونتيتي قداش كيفاش نعرف انا تو قداش نحط دونك هو ابوبري بالنسبه للناس اللي باش يبداو يستعملوا فيها نبداو باغ بتيت دوس حتى الدنيا ستينس خاطر هي قلنا شو معنى يعني مغرفه صغيره نتاع قهوه فوالا نبداو ديما اونتر 3 و 5 غرام دونك نص مغرفه نتاع قهوه ومن بعد نوليو في مغرفه نتاع قهوه باهي بالكدا بالكدا باش نجم تعطينا كيما قلنا خاطر سي ان سوبر اليمون باش برشا اللي مره برشا في النهار ولا مرتين ولا ثلاث مرات سول فوا معناتها نستحقوا 3 ل 5 غرامات في النهار ومن بعد نجموا نوليو معناتها ناخذوا دي كومبليمون اللي هما نمشيو للفورم دونك جيلول لهنا نجموا نستعملوا سامحني سؤال تقول لي من بعد يعني انت وعمر الصغير ولا انت والمده الزمنيه؟ دونك لهنا يعني اليوم والشهر الجاي نولي نتعدى الكونتيتي اكبر
والا انت والعمر. باهي شوف لهنا باش نصنف حاجتين، فما اللي عندهم ديكارونس، دونك لهنا نحكيو مثلا على لي فام اونسانت، نحكيو على لي فام اليتونت، لي سبورتيف اللي هما يستحقوا اكثر من غيرهم انهم يكونوا متغذين بالكدا. لهنا اون بو الي جوسكا لي 5 غرام نتاعنا كي نبداو، دونك في المده الزمنيه نتاع الجمعه الاولى 10 ملايين، ومن بعد نجمو نزيدو. نجمو ناخذ. الناس العاديين اللي ماكلتهم صحيه اما يحبوا ياخذوه باش ينجموا هما يحافظوا على تغذيه سليمه، والا لي بيبي اللي ياكل عادي، دونك لهنا ينجم يقعد في 3 دونك انا نحب نذكر المركز هذا فيرفو دو توت لي فاسون، نحن ديما ننصحوا الساده المشاهدين انهم يرجعوا للطبيب يعني اخصائي في التغذيه، والا طبيب العائله نجم هو يزيد ينصحهم، كوكو يعني الفيرفو هذايا الفيرفو بلوتو المارك نتاع سبيرولين هذايا نجم الناس الكل تاخذها، دونك انا نحب نشكرك مدام. يعيشك. على المعلومات القيمه اللي عطيتهم لنا، ونحب نذكركم اترافير مايسا انه لي برودوي اللي قاعدين نحكيو عليهم الكل اي كومبري الفيرفوي يعني سبيرولين فيرفوي موجوده مايسا على ميركادو بوانت ان، عندنا لو فورما جيلول، فما الفورما الصغير وفما لو فورما زاد الكبير. لا سبيرولين دو لا مارك فيرفوي ما تلقاوها كاين عند ميركادو اللي تحط على ذمتكم دو باك. L'ouel fait 180 gélules, 100 grammes paillettes ou 60 gélules cadeaux, $99 prix Mercado TV. Wefeni fait 2 boîtes 180 gélules, 60 gélules cadeaux, $99 à Kahao. دونك نجمو نلقاو سو فورم دو دو فورما، البايات والفورما زيدا جيلول، دونك البايات بور تو سكي بريباراسيون كولينير، والا زيدا لو فورما جيلول موجودين على ميركادو بوان تي ان ايمن افيك لي ميور. ميرسي بوكو مايسا، ميرسي بوكو مريم، ديما طل علينا عطينا هكا لي بون ديل. احنا دونك نحب نذكركم اللي ديل هذوما الكل تلقاو معنا نحن في ميركادو تي في بطبيعه ليميسيون اللي هي لانكونتونابل سيغتانمون لي فامي توانس الكل، على خاطر تلقاو فيها اللي يهمكم من الكبير ولا من صغير. دونك فوالا مالوغوزمون ليميسيون تاعنا اليوم وفات، وفات لكن باش نجموا تتفرجوا فينا مرتين في النهار صباح وعشاء على قناة الحوار التونسي، نصور عطيناكم لي ميور ديل اللي موجودين توا في السوق. دونك أيمن نعاودوا نتقابلوا غدوة في نفس الوقت كما قال أيمن على قناة الحوار التونسي، ما تفلتوش الحلقة نتاعنا، أنا نقول لكم نتقابلوا غدوة، باي باي الناس الكل. باي باي تشاو.